نوستالجيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. لا علاقة له بما قدمه في مشروع ميزانية 2021، كل شعارات في الواقع وما تقدم إلى لجنة المالية لا يوجد أي أساس للشعارات التي رفعها، والجميلة طبعا التي رفعها السيد رئيس الحكومة. نحن نطلب من الحكومة أن تكون أكثر جدية، هي أعلنت أنها ستكون صريحة وستدقق وستحاسب وستوقف النزيف. نحن مع كل هذا الحديث، لكن يجب أن يكون له أثر في الواقع. مشروع قانون المالية سنة 2021 لا وجود لأي كلمة من البيان الذي تلاه السيد رئيس الحكومة، وبالتالي الحكومة تكف عن سياسة الهروب إلى الأمام. يجب أن نشتغل مع بعضنا البعض من أجل تعديل هذا القانون الكارثة الذي لا يحمل أي إجراء لصالح التونسيين، لا وجود لأي بعد اجتماعي فيه، لا وجود لتفعيل قوانين صادق عليها البرلمان، منها قانون عدد 38 في ما يخص تشغيل الذين طالت بطالتهم. لا يوجد أي إجراء من أجل دفع الاستثمار، لا يوجد أي إجراء لتخفيف الجباية على كاهل الشركات التونسية والمؤسسات التونسية. لا يوجد تصور، لا يوجد أي تصور في هذا القانون مبني على أسس متفائلة إلى حد المغالطة. الكوفيد سينتهي وسنحقق نسبة نمو 4%، واقتصادات العالم كلها ستشتغل، وهو مخالف لواقع الأشياء. وبالتالي عدم واقعيته وعدم معناه، كيف تقرأ قانون المالية لا تجد أي منهج للحكومة، أين ستذهب الحكومة، ما هي خياراتها، لا يوجد أي شيء من هذا، ولا يوجد أي إجراءات حقيقية. الميزان الاقتصادي وبيان الحكومة معناها فيه كلام، ومشروع قانون المالية في حديث آخر لا يمت بصلة لكل هذا الذي عرض. أنا في اعتقادنا كونه هذا بيان مسؤول. علاش مسؤول؟ لأنه وقت اللي توضح حقيقة الأرقام هي بداية الإصلاح، لأنه قالها سيد رئيس الحكومة، قال يزي من تقديم الأرقام الزائفة ومن معناتها الأرقام المتفائلة واللي هي مبنية على غير الواقع. اليوم التشخيص اللي عمله سيد رئيس الحكومة واللي حمل فيه مسؤولية لتراكمات نتاع سوء حوكمة وسياسات معناتها اعتباطية وصلت البلاد اليوم اللي احنا فيه، هذا نعتبره احنا بداية الحل. بالنسبة للتفاؤل، احنا في اعتقادنا كونه جملة الإصلاحات اللي قدمهم رئيس الحكومة هم بداية حلول. القانون الميزانية 2021 يلزم فيه تعديلات، لأنه وقت اللي نقوله معناتها المسائل الاجتماعية ومنظومة الدعم، هذا يلزم نفهمه شنو كيفاش باش يصير آلياته، ثم آليات قانونية يلزم البرلمان يساهم فيها، وهذا اللي طلبناه سيد رئيس الحكومة باش يعطينا الآليات الموجودة والآليات المطلوبة. ثم زاد كيف بالنسبة لتشجيع الاستثمار، احنا طلبنا بكل صراحة كونه هذه منظومة الإدارية اللي معطلة الاستثمار ومسألة الرخص وغيره، هذه كلها يلزمها تقف. وبالنسبة للحوار اللي دعا ليه واللي دعا فيه النواب باش ينخرطوا فيه، احنا كنت كنواب قلب تونس باش ننخرطوا فيه، وفي اعتقادنا اليوم تطبيق الإرادة الشعبية يلزم يكون فيه تشاركية ما بين مؤسسات الدولة، النواب جزء فيه لأنهم يمثلوا الشعب، وزاد كيف المواطنين نسمعهم. بطبيعة يلزم تتنظم وتتهيكل هذه المطالب لأنها مطالب مشروعة وطالت والناس انتظروا برشا، اليوم يلزم تطبيقها في حدود إمكانيات الدولة، وهذا اللي باش ننظروا فيه في الميزانية.